أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم أمين مع تطبيقات رهيبة. تطبيق اليوم يسمح لك بسماع أغنيتين في نفس الوقت. أخي أمين، وما الجدوى من ذلك؟ سؤال ممتاز. هذا التطبيق يمكنك من سماع أغنيتين في نفس الوقت بهاتف وسماعات واحدة، يعني يمكنك أن تشارك صديقك أو أخاك وتستمع لأغنيتين مختلفتين في نفس الوقت وبهاتف واحد عوضا عن اثنين، يعني اقتصاد للطاقة وتجربة جميلة وفريدة من نوعها. اسم التطبيق سبلايت كلاود، تجد رابط التحميل أسفل الفيديو في صندوق الوصف، متوفر على جوجل بلاي وبلاي ستور. ماذا تنتظر؟ حمله الآن واستمتع بالموسيقى مع من تحب. إلى اللقاء مع تطبيق جديد وفيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.